التعاليق من المغاربة كلها تظهر أنهم ميالون لهذا النوع من الفكر الجديد. كيف اخترق هذا الفكر في بلدنا؟ أين العلماء؟ أين حسب الأمة؟ وآخر مفاجعة هي السؤال الذي جاءني بالأمس من مغربي بمدينة من أحدى مدن المغرب، سألني عن قضية الزواج بالشيعية. قال: تزوجت بمغربية فوجدتها شيعية تسب أمنا عائشة وتلعن أبا بكر وعمر في الصلاة. هكذا هو حالنا. قال: ماذا أصنع؟ قلت: سبحان الله، ادعوها إلى الله تعالى برفق لعلها تترك هذا الانحراف والبدعة. قال: والله لم ترد، بل أصرت على أن تلعن أبا بكر وعمر في كل صلاة. الله! قلت له: ألم تسمع إلى رسول الله؟ قال: لا تسبوا أصحابي. الذي يسب أصحابي إذا وجدتموهم لا تجالسوهم، لا تناكحوهم ولا تنكحوا إليهم، لا تواكلوهم، لا تشاربوهم، لا تأكلوا معهم ولا تشربوا معهم ولا تتزوجوا منهم ولا يتزوجوا منكم. كيف يمكن أن تستأمن زوجة تسب الصحابة أن تربي أبناءك على حب الصحابة؟ ألم يقل الإمام مالك، الذي نؤمن بأنه هو المذهب الذي اجتمع عليه المغاربة عبر قرون من الزمن، حينما قرأ قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، قال: إذا وجد مسلم حقدا وغيظا في قلبه لأحد الصحابة فهو كافر. ليغيظ بهم الكفار، أي لا يجد الغيظ في قلبه للصحابة إلا كل كافر، قال الإمام مالك. فقلت له: تخلص منها بسرعة حتى لا توردك المهالك وتربي جيلا يسب الصحابة. اقرأوا في كتبهم ومصادرهم الكليني، الكافي للكليني، كيف ينظرون إلى أصحاب رسول الله. يقول: كلهم ارتدوا إلى ثلاثة. أصحاب من ارتدوا؟ يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان. أصحاب السنة، السنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله. أنا مر على الشيخ عبد الله النهار السلفي العبيط ابن العبيط الذي يبكي من انتشار التشيع في المغرب العربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالك يا شيخنا يا عبد الله النهاري؟ الحمد لله، كيف أحوالك إن شاء الله؟ حياكم الله بخير، والله أنا فرحان جدا أن أنا أكلم الشيخ، دائما نذكر اسمك الشيخ عبد الله النهاري. سيدي ذكرك الله تعالى في الملأ الأعلى وخلف ذكرك في الصالحين يا رب. يا رب، شيخنا طبعا أيامك سعيدة وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله من العايدين بالخير والصحة والسلامة. إن شاء الله وأنتم كذلك، وسائر الله اكبر. شيخنا طبعا قبل ما ادخل بمساله المشروع اللي اتصلت على مودة، حبيت اسلم عليك واسالك واحيي بيك الشجاعه. حقيقه انا سمعت لك مقطع في اليوتيوب وفي بعض القنوات حقيقه، وانت تتألم يعني وتبكي لانتشار التشيع في المغرب، فلا بد من مواجهة هذا الانتشار الرافض في المغرب العربي. كيف الآن ترى هذا الانتشار؟ ولماذا أنت حقيقة، أنا شفتك بالمقطع متألم جدا، فقلت هذا الشيخ عنده حرص على الخط العمر، الخط الصحابة، خط أمهات المؤمنين، خط السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب التشيع نعم بالله ان ينتشر في هذه البلد التي ظلت يعني لمده طويله في ملأ عن هذا الفكر الغريب، عن هذا البلد السني الطيب المبارك. لكن المشكله هو ان السياسه تلعب بعقول الكثيرين، وخاصه الاعلام الذي ينشر ذلك. ففي الوقت الذي انتصر فيه المقاومه وقالت الحرب يعني ضد جنود ضد اسرائيل جنود لبنان 2006، الناس يعني انبهرت بهذا الاسلوب الطبيعيه التي ابان عليها هؤلاء. فكان هذا مدخل من المداخل التي جعل الناس يأتفون بالاسم الزعيم المعروف.
فاشتغل هؤلاء، وخاصة أن البشير يعمل وراء دولة كبيرة تنفق الأموال الكبيرة الطائرة إيران الصفوية التي تتمنى أن تعيد بناء مجد بإمبراطورية ساسان. هذه تنفق الأموال في أوروبا، والمغاربة موجودين بكثرة في أوروبا وخاصة في بلجيكا، وهنالك يقومون بتشييع أبنائنا المغاربة عن طريق استغلال حب آل البيت، ويستغلون الجهل عند المغاربة بالدين فيذهبون عياذا بالله ضحية هذا الشيخ الدين. شيخنا يأتون إلى هنا إلى هذا البلد وينشرون هذا الفكر في أوساط المغاربة، حتى سمعنا ورأينا العجب في هذا البلد كيف أن التشيب أصبح الآن في المغرب يعني له الكثير من الأتباع. هذا أمر محزن جدا، ولكن المشكل كما تقول هو أن العلماء الربانيين الذين ينبغي أن يقفوا في وجه هؤلاء هم قلة كبيرة، وليس لهم تأثير وليس لهم إعلام يمكن أن يستثمرون في مواجهة هؤلاء. هذه يعني مسألة مؤلمة جدا. نعم. لكن شعر تبارك وتعالى، شعر الله تبارك وتعالى قضية سوريا والتدخل الإيراني وحزب الله والمالكي نظام المالكي في العراق الذي يؤيده شعرا نهارا جهارا بالمال وبالسلاح وبالتخطيط وبكل ما يلزم. الآن انفرح أمرهم والحمد لله، إن كان من حسنة لهذه الحرب في سوريا هو أن الله تعالى أرادها لفضح هؤلاء الغطارين الخونة الذين يضربون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. إن شاء الله تبارك وتعالى الآن المغاربة بدأوا يتفطنون لهذا الأمر وسيكون لهم مفاده إن شاء الله. طيب شيخنا، طيب شيخنا شيخنا أحسنت أحسنت، طيب الله أنفاسك. طيب شيخنا عندي سؤال حقيقي، يعني الآن هل التشيع ما زال مستمر في الانتشار عندكم في المغرب؟ وأنا حبيت طبعاً أساهم في مسألة، أنا سمعت مسألة الآن أنت تشتكي إلى الآن أن ما زال هناك أتباع للتشيع وأتباع للرافضة. طيب شيخنا أنا أقول لك شيء، الآن بعض الشبهات تثار، لا بد من كلام هؤلاء الناس سواء في اللغة الفرنسية في اللغة العربية باعتبار أنتم تملكون علم نير. لكن المسألة هنا شيخنا، شيخنا أنا سمعتهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة، يطعنون في أم المؤمنين عائشة، يقولون كانت تمارس الرضاع الكبير، يقولون كان يدخل عليها الغلام الأيفع، وكانت ويذكرون مصادر من مصادرنا. كيف نرجع هذه الشبهات يا شيخنا من كتبنا؟ الحمد لله، الأحسن طريقة للهجوم، أحسن طريقة للدفاع إن شاء الله هو من يقوم عليهم، لأننا إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ القرآن، والقرآن هو كلام الله، والله تعالى هو الذي عدل أصحاب رسول الله، فليس بعد كلام الله تبارك وتعالى كلام، وليس بعد كلام رسول الله صحيح كلام. فأصحابك النجوم نسأل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أن يرزقنا بمحبة. أما الذي يشير إلى عائشة أو أبو بكر يقول العلماء فهؤلاء كفرة، لأن الله تعالى ذكرهم في القرآن. شيخنا شيخنا يكذبون بآيات الله تبارك وتعالى. شيخنا شيخنا تسمح لي تسمح لي، في عائشة من الإفك الذي رمه بعمر بن أبي بن سلول، هذه تكفي. فمن لم يمشي القرآن عياذا بالله فأنا أقول شيخنا 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 بعد القرآن وكلام الله تعالى شيخنا شيخنا هذه الشبكة تبارك وتعالى مسألة يعتمد عليها وهي أعظم ما يعتمد عليه صحة. طيب طيب شيخنا 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 واحدة واحدة، وكل واحد الله الحسنى، الله تعالى وعد أصحاب رسول الله الحسنى الشنة الذين آمنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح كلهم إن شاء الله موعودون من قبل الله من طيب 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 فماذا عسى نحن أن نقول بعد ذلك؟ نعم. إن الذين يشيرون إلى أصحاب رسول الله ينبغي أن نرد عليهم بالاعتماد على مراجعهم، مراجعهم كالحليمي وكالقمي يتحدثون عن اصحاب رسول الله كانهم ارتدوا عليهم بوضع ما يستحقون، وايران تكتبهم هذه الحمله لتشويه صحابه رسول الله. طيب هم طيب الذين جعلوا ذلك طيب وجود فيروز الذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه، جعلوه مزارا يزورونه طيب ويسبونه ويلعنون طيب 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 من الله ما يستحقون. هؤلاء شيخنا شيخنا لغم نرد عليهم هو الاعتماد على كل يعني اسس فكرهم شيخنا 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 لنرى كيف انهم يبغضون اصحاب رسول الله ويبغضون واحده واحده البيت ايضا فهنالك من الكلام واحده واحده يا رجل فيه رائحه عياذا بالله. شيخنا تسمعني حتى كرم
يا رجل. السيدون عليه الصلاة والسلام هو إمامهم المعصوم كما يدعون، كيف يمكن أن يزوج ابنته أم كلثوم بسيدنا عمر بن الخطاب؟ إذا كان معصوما فالمعصوم لا يمكن أن يخفى عليه هذا الأمر، إذا فلا عصمة، وإن لم يكن معصوما فقد سقطت كل الكليات والأسس التي بني عليها هذا المذهب. شيخنا شيخنا تسمعني؟ شيخنا 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 تسمعني 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 رجاء شيخنا الأغم، أنا بس أتكلم معك حقيقة، بعض الكلام لا أفهمه لسرعته، كما أني أحبيت أقول لك، حبيت أقول لك ترد على هذه الإشكالية التي أثارها بعض الرافضة منذ أيام في أحد القنوات، يقولون بأن في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 بأن عائشة كانت ترى أن الرضاع الكبير يحرم، وقد أرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. شيخنا صحيح هل كان يدخلون عليها ويمارسون معها الرضاع الكبير؟ هل هذه رواية صحيحة؟ هل كان صحيح أن أمنا عائشة كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها بالرضاع الكبير؟ كيف نرد هذه الشبهة يا شيخنا؟ أنا أبكي يا شيخنا، دام المؤمنين يا شيخنا، دام المؤمنين يا شيخنا، يا الأغم شيخنا الأغم، يا أم المؤمنين يا شيخنا. أنا أتحدث عن مآلات هذا الكلام، مآلات هذا الكلام القصد منه والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية، هو إلقاء الشكوك في هذه الأمة حول هؤلاء الذين قضاهم الله الفكاهة. هي موجودة يا شيخنا ولا لا؟ شيخنا الأغم، فليقولوا ما يشاءون، شيخنا الأغم، شيخنا الأغم، هذا الرواية موجودة لو لا؟ يا شيخنا الأغم، هذه الرواية موجودة أم لا؟ ده أنا حبكي يا شيخنا، ده أنا حبكي. كيف؟ طيب انا مرضاها على زوجتي انها تدخل احد وتمارس معاه رضاع الكبر، كيف ارضاها على رسول الله؟ شيخنا انت ترضاها على اهلك ولا على عيالك ولا على امك ولا على اختك ولا على زوجتك؟ طيب كيف هاي الروايه موجوده في كتبنا يا شيخ؟ ده شيخنا ده انا بكيت بكاي لما سمعت الروايه، ده شيخنا انا حتى ردت اضرب نفسي في القامه في السيف، ردت تطبر يا شيخنا، ده مش مستحيل موجوده في كتبنا، طيب كيف موجوده في كتبنا؟ كيف نرد هذه الروايه؟ شيخنا كيف ان سيدنا عمر كان يدخل على نساء النبي ويرى فيهن البر، يدخل عليهن البر والفاجر، ويقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمر نساءك بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب تأييدا لسيدنا عمر. شيء يفرح القلب بأنه تنزل آية للحجاب تأييدا لسيدنا عمر، لكن اللي يؤذيهم القلب كيف أن زوجات النبي كانن سافرات؟ هل كنا سافرات يا شيخنا؟ هل زوجات النبي كنا سافرات يا شيخنا؟ بالله عليك يا شيخنا اهدي. ليس من كلام الله والقرآن الكلام، الله تبارك وتعالى أعلم سبحانه عز وجل، ده في صحيح البخاري ومسلم يا شيخنا وجعله قدوة. أما هذه الروايات أنا لا أشتكت إليها تماما شيخنا، في شيخنا شيخنا يعني شيخنا شيخنا في هذه الروايات من أجل إلقاء الشكوك في قلوب هؤلاء تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دينهم. طيب نحن الآن ونراهم إنهم والعياذ بالله يسبون أصحاب النبي، إنهم عياذا بالله نسأل شيخنا 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 تسمح لي عليهم من الله ما يستحقون. تسمح لي شيخنا شيخنا تسمح لي، هذه الروايات التي ذكرتها لك الآن بأن عمر كان يدخل على نساء النبي ويأمر نساءه بالحجاب وآيات الرضاع الكبير موجودة في البخاري ومسلم، هل كل ما موجود في البخاري والمسلم صحيح أم لا يا شيخنا الطيب يا شيخنا الأغم؟ شوف أنا لا أناقش في هذه المسألة مطلقا، أنا لا أناقش هذه القضية، أنا أناقش أن أصحاب رسول الله أطهر خلق الله، وأن هؤلاء أبعد ما يكون عن الشبهة، وأن هذا الكلام مردود على أصحابه. شيخنا لا بد من كلام ربنا، شيخنا لا بد من الإجابة هنا تحت الشجرة يا شيخنا، يا شيخنا دلوع لله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. يا شيخنا الأغم أنا بدي أسألك الآن، أنا بدي أسألك هؤلاء يشيرون هذه الشبهة في الأمة، شيخنا هذه الشبهة لا بد من الإجابة هنا يا شيخنا، شيخنا لا بد من الإجابة، أنا لا أسمع إلى كلامهم، أنا أنظر الآن إلى تصرفاتهم في الأمة، هذا كلام بخاري ومسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقرأ كتبهم الآن، كتب الدحرهما، ليس صحيح البخاري، كتبهم والعياذ بالله الذين يقولون ويشيدون التفخير، التفخير كما يقول الإمام ابن خميس. وين راح الصوت؟ ألو شيخنا؟ في ذلك الحالين هو ثلاثة دولارات. ليش راح الصوت؟
صحيح هو راح يخلص الرسيل بس مو راح مو وقت اتخذ يعني انقطاع. على كل حال صارت خلل فني. ولذلك وددت ان شاء الله ان احدثكم في خطب متتالية حول خطر الصفويين وما معنى الشيعة الصفوية ومبادئها ومخططاتها حتى لا يصل التشيع إلى غرب إفريقيا، وقد وصل. لم يعد التشيع فقط في الخليج، وخاصة بعد نجاح حزب الله في لبنان في معركته ضد الصهاينة، فاختلط على الناس بين الرؤية السياسية والرؤية العقدية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلوا على الحبيب. الخطبة تقصد وتهدف لمعرفة من هم الشيعة الصفوية، وكيف تمدد الصفويون إلى العراق. فقبل 200 عام كان العراق كله سنيا، فإذا بالجنوب كله يتشيع إلا من رحم ربك. في ظرف 200 سنة تشيع تقريبا 40% من أهل العراق. بماذا؟ بخبائثهم ومبادئهم التي نتعرض لها، وكيف يستعملون المال والنساء ويستعملون مبادئهم والتخية كما صار التخية في تشييع أهل السنة في العالم. هو تحليل، هو تنبيه، لأن المغرب مهدد. يأتينا بعض المغاربة من بلجيكا بوجوه غير الوجوه التي راحوا بها إلى بلجيكا. كم من مغربي جاءنا من هناك يسب عائشة ويسب معاوية ويسب أبا بكر وعمر. لابد للعلماء العلم ينتقلوا من خدعة ما يسمى بالتقريب بين المذاهب إلى خطوة أخرى لتبيين من هم الشيعة. فالتقريب بين المذاهب استغلها الشيعة الصفوية للتمدد أكثر في بلاد المسلمين ونشر التشيع الفاسد. أروح تعيدي معي، أنت ما عندك شيء، أروح يجيب لي تمنتك تعيدي معي. كيف نعطيك الكمشي متاعي والله ما تدي كذا لي ما قتلش.